الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قال علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذب بالحق لما جاء في أمر مريج أفلم ينظر إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بعيد وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طرع نبيل رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميت كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طب كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا من خلق الأول بل في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا يدي يقيم عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه أحتسب ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غبرة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حنين وقال قرين هذا ما يدي أتيب ألقي في جنة كل كفار عنيب مناع للخير معتد منيب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقي بالعذاب الشديد قال قرين ربنا هذا ما الذي يقيم ويوم تقول جهنم أنت لم تقول عن المزيد وأزمت الجنة للمتقين اللهم أكبر. سمع الله لمن حمدا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم نقول جهنم امتلأت وتقول هل من مزيد وأزمت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبل من قرهم وادخلوا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس من وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبل من قرون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السبيل ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهم في ست أيام وما مسنا من لغوب فاصبر لحكم ربك فلا تكن كصاحب الحوت ويوم نقول جهنم لم تلهت وتقول من مزيد وأزمت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبل من قرهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن قال له قلب أو ألقى السم شديد ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهم في ستة وما مسنا من لغوب فاصبر ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هذا
ومن الليل اسجد وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوم الثقيل. نحن خلقنا وشددنا أسوأ إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديل. إن هذه تذكر وإن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. ومن الليل اسجد وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوم الثقيل. نحن خلقنا وشددنا أسوأ إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. اللهم سمع الله لمن حمده. اللهم اكبر. اللهم اكبر. اللهم اكبر. اللهم اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.